10 sur 10. أي حادث غرق مركب مهاجرين في جربة، بطاقات إيداع بالسجن في حق 13 شخص إلى حد الآن. حاجة برك لابد أنها تكون عقوبات صارمة، خطر نحسوا نفس العباد تحرق تتحرق تشد شوية حبس وتخرج وتعاود يرجعوا يحرقوا. معناتها ليه 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 السيركوي بتاع الحراقة كبير برشا في المش حرق راه ماهوش مش هما بيدهم مش هما بيد فما برشا حرقه في اللوزاوي يعرف يعني تنجم تكون راك الحرق قديش تحبس سفيان خمس سنين خلي الورشه والله فما اللي فيهم اللي كما نقولوا احنا اللي فيهم اللي غرقوا الاحكامه تختلف على على الاخرين اما المشكله كما قال لك انا المساله التنظيميه فبرشا اطراف صحيح انا ماهيش جزء عليك علاش تو فما 13 وينجم يوصلوا حتى اكثر النطاره مثلا النطاره معروف النطاره عنده فيزيك ظاهر لبسه ظاهرة الحرق له حرق وضع ينجم يكون عادي وليد غدوة باش يتميز النطار وليد في شكله يظهر مثلا يجري مثلا يجري برش تعرف يجري برش وعنده كاسكيت على جنب كانوا وصرفت ما نسيت جريدة هبطت ارتيكل قالوا فما دي رونبوان في تونس ينطروا التليفون وما عادش يجريوا ما عادش يجري خاطر اللي ينطروا له ما عادش هو يحب ياخذ حاجته بيه خاطر يخاف على روحه يعني يهز ويدعي يعني يهز ويدعي فما الدخلاء في دومين النطار فما برشا دخلاء خاطر المواطن يقول لك تنطر له حاجه ما عادش يجري عليه تهمش تهمش قطاع وتخلطت في نوفل وليت بالكرافات النطاره ما عادش ما تفيقش بيه يلا قاعدة التدريس بعد تأمين الانتخابات الجيش التونسي كان هنا محلاها الصورة انه في الكلاسات هكا الجيش التونسي كتب في التابلوات رسائل ومساجات حاجة هيلة برشا وفاة شاب تونسي حارق على متن سفينة غادرت من تونس تخبى تحت الكاميونة وكي وصلوا الكاميونة عفستوا ربي يرحمه وهذا ما ساهموش في الحرقة متاعه حرقة ما هيش منظومة الحرق هذا حرق من تلقى نفسه لحظة لا لا منظومة أخرى لا داعي لذكر تفاصيل فما ناس يخدموا في البور يعطيوها هكا فما ماكينة تحل يطبعوا له كوبي باش ينجم يحل ويتخبى في لا نوفل لا لحظه انا نعرف في حلق الواد تاع لا استنى مش حلق الواد ما نحكيش على الحرقه هذه يخرجوا من البرد ما نحكيش على الحرقه هذه اي اللي يخرجوا من البرد فما تعاون من بعض الناس اللي تخدم اوتور وتاخذ فلوس مقابل شفتها ريبورتاج مقابل ياخذ فازه اللي يحل بها الكود وينجم يتخبى هذا تخلف يوصل كاميون لداخل تخلى لداخل طبعا أي. ما ينجمش بلال ما ينجمش يكون جرندايسر ويطير ويدخل وحده في كاميون لا لا أي. ينجم يكون معناه متخبي في الهيكل الخارجي للشاحنه هو السيباري متخبي في الهيكل الخارجي والسيباري هذاك علاش تدهس الشاحنه اللي تعدى على الديوانه وتتفرز ما في قوش بواحد محشي تحت لا قصدي هذه حادثه منعزله تدل على حاجه لا كونه الصراع الحقيقي تذكروا كل اللي في الدلاع الله يرحمه غفصوا الدلاع في الحجر ايوه في هذوكم ياخذوا فازه تحل يشريها بمبلغ مالي معين ويطلع ويطلع ويتخبى حكايه معقده اكثر شويه لكن اكثر من المنظومه بحد ذاتها منظومه الحراقه احنا مش مبيضوا فيها والا نبرروا لها بالعكس احنا مضبين هذوما اكثر ناس يتضربوا على ايديهم اذا ثم حكم اعدام يتنفذ فيهم لانهم يتاجروا برواح البشر لكن اكثر من هذاك ثم حاجه اخرى لازمها تتعدم باش نجموا نقضيوا على الحرقه اللي هي الفقر والفروقات بيننا وبين العالم الاخر الفقر ثم الفقر ثم الفقر والبطالة هذوما سيدنا عمر قال لو كان الفقر رجلا لقتلته كان نقتل الفقر في مجتمعاتنا تو نقضيو على عمرك ريت كويتي حارق جميل قطر سايبول ولا قطريين شادين شقفوا قطر أوروبا والإماراتيين يمشيوا من غير فيزا العالم الكل وما دم تحكي على الفقر الخبر الرابع يحكي على الفقر وصول 75 حافلة مستعملة غدوة من فرنسا لميناء حلق الواد باش تدخل حيز الاستغلال مباشرة كل عام نجيبوا منهم نحن الحافلة المستعملة هكا ولا مرحبا بك في هالمصب معنا كل عام لأنه البيجي ليميتي ويزمك برشا كيران وفما 120 كار جديدة باش تجي ما نتصورش كان فرنسا قاعدة تبيع في الكيران لا لا فرنسا كيفوتوا خمس سنين تبيعهم اي برا شوف مرشي آخر ارخص ما فما بلدان اخرى تنتج شوف مرشي اخر في جديد وارخص لا اخذوا من الصين علاش نشريو علاش تصديق قولك تصديق قولك بلال الشركات الالمانيه افضل وخير واصح خاطر كل عام قاعدين يشريو في المستعمل ويتحبان ونقعدوا نعاودوا نحن نتعاركوا ويتحبان انت تراهم طاحوا بان يعني اغلبيتهم يخدموا شنو بان
نوفل لا ديما تعرضوا المستعمل نوفل طحوك كيرا نوفل طحو بان ما طحوش المستعمل قام بليل ديما المستعمل نوفل النقل تو باش يولي كيران في تونس معانيه كيران اي كل عام قاعد يتعاني دونك وكل عام تجري في المستعمل وكل عام كل خرج المستعمل خطر حل في بلاصه ما تشري خمسة كيران تشري 50 انت تشري مستعمل من فرنسا برا شوف مارشي اخر ايطاليا تركيا اسبانيا المانيا فكر علاش تلقاش عنده جديد وارخص قيمه انا قالوا مستعمل غير حضاري انا قالوا لي نوفل في المانيا ارخص وخير وافضل واصح لحظه انا راني ما نجمش نعدي لك سامحوني ما نجمش نعدي كلام هكا في حصه نحكيه على اخبار انت تقول قالوا لي في المانيا اوضحوا ويطلع في المانيا مش ارخص يجربوا لا يا مطران يا مطران ما نجموش انت ما نجموش نقولوا هكا معناتها ليه ما قلتش انا لا ما نجموش نقولوا هكا يعني لهناك كاينك اكدت انه انا معنا ارخص وكي غدوه يردوا علينا يثبت لك انه فرنسا ارخص والله نتمنوا لا مش تتمنى لا احنا ما ضغينا الحافلات يا مطران اخزر كي تقول لي المانيا ارخص تقول لي هكا الكار في المانيا ب 50000 يورو في فرنسا ب 70 تعطيني ارقام هو عندي حل مخير انا لا هو عندي محل مخير مطران باش نفهم فاست ارخص مش ارخص ما نجمش نعدوها لك ولا مش انا قلتها وتعديتها صحيح تحمل انت مسؤوليتها لانه تنجم تكون فرنسا ارخص ولا اعتقد انه اذا المانيا ارخص هما باش يمشيوا لفرنسا محبه ما نعرفش احنا علاش ما نعملوش صناعه وطنيه نرجعوا لشركه ستيا ما هي كانت تصنع في الكيران تصفر منين ما هي صناعه تونسيه او تركيب او مونتاج تونسي علاش نعطيكم ارقام انا الكار الجديده 500 مليون الكار من فرنسا المستعمله تجي باش نعطيكم رقم تتصدموا ب 5000 يورو الكار 15 مليون معناها اي معناتها سعر بخس جدا هذوما الارقام سعر بخس لكن مكلف في ناحيه اخرى مكلف والكار اللي تجيب 5000 ب 5000 يورو عمرها بين 5 و 7 سنوات مكلف في ناحيه اخرى بصراحه كي تمشي في الشارع ما انا لتو ما عرضتنيش كار الا قله تابعه للتاتيك وهي في حاله محترمه الحقيقه ماهوش مشهد حضاري تشوف كار باب يجيبوا الكيران هذوما عمرهم 5 و7 سنين صحيح. يبدو محترمين ونعملوا ونحافظوا على صيانتهم صح. لكن انت في وسط كياسات مدقدقه وسياقه كما المره اللي فاتت راك فوق التروتوار ما تنجمش الكار تخدم لك الاشكاليه انه انا اللانديسيبلين وليت انا الرام متروات تمشي والبيبان محلوله نتذكر كي كنت ناخذ المترو 20 سنه التالي ما يتحركش المترو وديجا اليوم فما لقطه مترو قالوا له شبيك روتار الشوفور هبط وتبلبز تو نحكيو عليها بعد والكار هذه في فرنسا قداش تعبي فيها في فرنسا قداش تعبي فيها صحيح كي تجي لتونس تحط فيها 300 و400 صحيح ديجا هذيك بدون ثم عباره كهرباء تركب فيها 15 ثم حاجه اخرى الامباكت نتاعها على الانفيرونمون كيفاش نقولوا سلبيات على البيئه باش نتحركوا نحن باش البلاد هذه قداش كار تدخل لها قداش كار في نهايه عمرها ولا في بدايه نهايه عمرها قلت الامباكت على الانفيرونمون باش نوريك عبارة عن واحد زوالي برشا يقول لك يلزم مريول ولدي ويلم لو مونجلتو بالضبط الانفيرونمون اي بخي علاش ما نشوفوهاش من ناحية كل لا 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 بالحق احنا لا علاش البلاد هذه هو احنا كان يحلونا مضرين بالانفيرونمون انا بصراحة اكثر حاجة خطائر هذاك ماهوش رزقنا احنا رزق غيرنا التنمية المستدامة ونحكيو على انفيرون على بيئة سليمة وغيره دونك مهم برشا انك تحافظ على بيئة يعني تجيب لهم كار كلها دخان وتجيب لهم احنا المشكل مش غادي مشكل مش كار عمرها 5 سنين ولا 7 سنين ولا اشتراها ب 500000 فور ولا ب 15000 فور ولا غيره المشكل اللي احنا ما عندناش صناعه وطنيه تحافظ لنا على كرامتنا وتحافظ لنا على مستوى معين من الاقتصاد كانت تصنع كانت تعمل مونتاج كانت الكيران صفر منين هذوك شركه ستيا مازالت ولا بطلت يظهر لي مازالت اما ما عادش تصنع الكيران ما عندناش معلومات دونك ما عندناش ايش بيك ساكت انت ما يهمك حتى ما لا والله قاعد نتبع الحقيقه انا لا واضح ترى